الله. احنا الان في كردستان المنهج الكل السلفي، كلنا سلفيون، مثل الحلبي الكل سلفي، كل السلفيين، كل الا السلفيين، كل التلفيين، كل التخريبيين، كل الفاسدين والمفسدين. وانت ما عندك كلمات تتكلم، اذا تتكلم انت عندك شده، عندك كذا وكذا وكذا. هذا هو حالنا، هذا هو حالنا مع هؤلاء، هذا حالنا مع هؤلاء. المنهج في كردستان العراق منهج الكل، كلنا إخوة، كلنا سلفيون، لا تردوا على بعض، لا تشغلوا أنفسكم بهذا بمسائل المنهج والردود. أنتم عندكم شدة، أنتم حدادية، ما عندكم أدب، لا ترعون المصلحة المفسدة. هذا هو مصير آل الدعوة عندهم. لم يربوا الشباب تربية منهجية ولم يربطوهم بالمشايخ، قال إليهم هذا حالنا مصيرنا الآن في كردستان. ولا حولنا ولا قوة، ما نقدر نتكلم وما نقدر نتدخل بصراحة. تتدخل تتهم بالشدة وبالحدادية، إذا تتدخل يقولون لك أنت تتقدم بين أيدي العلماء، وقلوبنا يقطر دما قهرا فيما آل إليه مصيرنا حالنا. أضاعوا الشباب والله. إلى صلى الله ثبات والسلام. والله ما ندري نبكي أم نضحك، نحزن، نهتم، نغتم، ما ندري ماذا نفعل. يعني نرى المصائب أمام عيوننا ولا لا نتكلم ولا نتدخل ولا لا ماذا نفعل والله. والشباب كلهم يقولون اخبر المشايخ، اخبر المشايخ، بماذا نخبر المشايخ؟ السلام عليكم ورحمة الله.